هي دموع تروي مأساة عائلة تقطن بهذا البيت القصدري بحي 310 مسكن بجسر قسنطينة. 5 أفراد من عائلة واحدة يبيتون هنا داخل هذا البيت الهش الذي يفتقد لأبسط شروط العيش الكريم. حياتنا كاعنا من 24 سنة في عمري من 95 وانا نعاني مع البلدية هادية، ما كان والو وكان رزيزة. هاك تشوف هادي بلدية جسر قسنطينة. يا حنانة واش نحكي لك قلت لك على 3 تاع الصباح هذاك البلافو يطيحك شغل بالسنة البارح طاح كومبلي قاع طاح، لا إله إلا محمد رسول الله. حاشاك هذيك الروكا كل 22 يوم يدخل فيها وليدي الكبير كسروا. يا اختي عزيزه والله غير مليت، والله العظيم غير مليت. يشوفوا فينا ما عادش يحنوا عليا الناس، هكذا وهكذا يحنوا عليا. حتى عملية الترحيل التي شهدتها العاصمة في العديد من المرات لم تنصف عائلة معلم في الحصول على مسكن لائق يأوي هذه البراءة ويحفظها من خطر الانهيار الذي يهدد حياتها في كل لحظة. جامي جاو لينا زعما يحوسوا يذكرونا احنا في لاليست، ولا نسمع تاع النعجة قرية الشوك تاع السمار، ما بصح جيت كوسانتين 310 والو، حتى خبر عليه شغل منسي. من 93 وانا نسمع فيه ما راهي يدفع الدوسي، من اللي كنت في عمري انا وهي تقول 93 وانا راني ندفع في الدوسي 93، ومن بعد يقطعوا لي دوسي هادو يعاودوا يقولوا لهم باللي عاودوا جيبوا لي عاودوا دفعوا دوسي جديد، تعاود تدفع دوسي جديد. نفس حكاية واحدة غيتم واحد، ما كاش كل يوقف عليك، ما كاش كل يقول لك نجي نشوف نحن فاقد هذا العباد. انا حبيت انايا نكونوا في القاع وفي النظافة، نكون اخر منهم باش نلعبوا معاهم، يحبوا يقولوا لنا فاش، حبوا يفاجونا يعيفونا. شأن عائلة معلم هو شأن العديد من العائلات التي تقطن بنفس الحي وتتقاسم نفس المعاناة، وكلها أمل في التفاتة جادة من المسؤولين لانتشالها من هذا الواقع المر.